ايه حكايه التكريم بتاع النهارده ده؟ عرفتي امتى حاج صفاء؟ بالنسبه للنهارده من بدايه ما بلغوني من ساعه ما بلغوكي من يوم الاربعاء اللي فات. يوم الاربعاء كلموكي اقول لك ايه؟ اتصلت بيا الاستاذه هدى فبلغتني ان انا فزت على مستوى محافظه الاقصر. وبعدين بقى بص جاني ذهول. ها ما كانش في دماغك القصه اصلا؟ لا بصراحه ولا متوقعه؟ لا ماشي. وقالوا لك انه هتبقي موجوده في حفله وبحضور الرئيس وكده؟ وجهزت نفسك للسفر وكده. حلو. جهزنا. رحنا بقى الحفله النهارده. فوجئتي لقيت انه فعلا الرئيس موجود وبتقابل الرئيس. كان احساسك عامل ازاي؟ احساس ما يوصفش، مش هيتوصف، احساس جميل. انا هرجع لك تاني عشان عايزك تحكي لي حدوته. انا احب الحواديت اصلي قد عينيا.